تعالوا بقى نروح السعوديه لزميلنا كريم احمد ونطمن على فريقنا. كريم احمد مراسل قناه النادي الاهلي، احد افضل المراسلين في مصر، يعني خلينا نقول ان كريم من المراسلين المميزين قوي يا جماعه، اللي دايما تخطيطه مميزه جدا. كريم اهلا بيك في قناه الاهلي. برحب بيك زميلي العزيز عبد الرحمن ناجي، وكل التحيه ليك والتقدير، وبشكرك طبعا على الكلام الرائع والمميز جدا. كلنا طبعا في خدمه النادي الاهلي كالعاده، يعني حابين نطمن بقى كل جمهورنا ونطمن من خلال شاشه قناه النادي الاهلي ومن خلال 7 دي على الحاله وحاله اللاعبين والرغبه والاصرار اللي شايفينه في تدريباته والترتيبات الخاصه الاداريه، لان الحقيقه مجهود كبير جدا بيبذل عبد الرحمن، يعني قبل كمان وصول بعثه فريق النادي الاهلي ب 48 ساعه زي ما قلنا، وصل كابتن سمير عدلي ويمكن كمان بعديه ب 24 ساعه وصل الكابتن خالد دبيب ومدير الكره بيئه للنادي الاهلي للوقوف على كل الترتيبات الخاصه، لان هي مباراه هامه جدا، مباراه بطوله، عشان كده التفاصيل الصغيره دي بتكون مهمه جدا، وبيكون في قامات مميزه جدا زي ما قلنا الكابتن سمير، ايضا كمان كابتن خالد بيب والكابتن ماهر عبد العزيز، كابتن وائل الاداري، الطاقم الاداري الحقيقه اكثر من العميد علاء صلاح، كل الحقيقه الكتيبه المتواجده هنا بتأدي دورها بشكل كبير مع الجانب الفني طبعا، والجانب الفني الخاص بمستر كولر ولاعيبي النادي الاهلي هو الامر الاهم لكل جمهور النادي الاهلي. عايز اقول لك عبد الرحمن ان احنا في هذه اللحظات النادي الاهلي بيؤدي للتدريب الاخير هنا على ملعب النصر، يمكن كنا متواجدين امس على الملعب اللي يخوض النادي الاهلي عليه المباراه، الملعب طبعا اول بارك هنا بالرياض، لكن النهارده متواجدين في ملعب النصر السعودي. الملاعب هنا الحقيقه اكثر من رائعه، الامور بتكون طيبه جدا وبتساعد الحقيقه فريق النادي الاهلي، وبتبعد عن الاصابات، تبعدك عن امور كثيره جدا، وبتفتح نفسك بلغه الكوره على التدريبات وعلى المباراه. الاجواء مميزه جدا، حاله اللاعبين حابين نطمن كل جمهور النادي الاهلي عليها، يعني الكل جاهز عبد الرحمن، مش حابين نتكلم على اي شيء على قد ما احنا حابين نقول ان كل لعيبه النادي الاهلي جاهزه لهذه المباراه. يبقى التوفيق ويبقى الاختيار لمستر كولر مين ال11 اللي هيكونوا متواجدين، المهام الوظائف هتكون ازاي. ترتيبات الحقيقه الفنيه كانت رائعه جدا في تدريب الامس، وانت عارف عبد الرحمن يعني زي ما قلنا التدريب الاول بعد الوصول بيديك رساله كبيره جدا على مدى جاهزيه ومدى اصرار ومدى الجديه الكبيره جدا للاعيبه النادي الاهلي، وده اللي شفناه الحقيقه في تدريب الامس، روح واصرار، وفي نفس الوقت كل اللعيبه بتحافظ على بعض، لان احنا مش عايزين نفقد حد، الكل عنده الشغف الكبير وعنده الروح الكبيره الحماسيه، لكن الكل بيحاول ان هو يحافظ على بعضه عشان مش عايزين نخسر حد يكون سبب في الفوز، ممكن يكون حد مش متواجد في التشكيل، ممكن يكون قاعد على الدكه يكون هو العنصر الاساسي، عشان كده بنقول اللي قاعد على الدكه بقلبه زي اللي متواجد 11 لاعب في الملعب، عشان كده بنتمنى كل التوفيق للاعيبه النادي الاهلي، اللعيبه الكبار بتادي دور كبير جدا. يمكن زي ما شفنا على مدار اليوم وصول الشناوي الحقيقه قيمه كبيره جدا ككابتن فريق للنادي الاهلي، كلماته واصراره وكلامه مع اللاعبين والتحفيز ورساله وجود الحقيقه امر اكثر من رائع، الامور طيبه جدا جدا هنا عبد الرحمن، ينقصنا بس توفيق ربنا سبحانه وتعالى. وايضا كمان جمهور النادي الاهلي في كل خطوه بنتخطاها بتلاقي مئات من جمهور النادي الاهلي، طبعا العدد كنا بنتمنى الاستاد يكون اكبر من كده، ان انت كنت هتشوف يعني شيء وتابلو كبير جدا معتاد الحقيقه على جمهور النادي الاهلي، لكن ان شاء الله باذن الله المتواجد في المدرجات يكون على قلب رجل واحد زي ما لاعبتنا بنتمنى ان شاء الله باذن الله تكون على قلب رجل واحد، ويا رب ان شاء الله باذن الله غدا النادي الاهلي يرفع كاس مصر هنا في المملكه العربيه السعوديه. يعني انا مش عايز اعدي معاك الجزئيه الاجواء الجماهيريه ده يا كريم، لان الحقيقه الاجواء الجماهيريه على اعلى وقت على اعلى شكل ليها. كلمني على الاجواء الجماهيريه في الشارع، يعني انا عايز اعرف بقى، سيبك من الاستاد بكره هيتملي طبعا، انا عايز اعرف الاجواء الجماهيريه في الشارع النهارده، الجاليه المصريه استقبالهم للعيبه النادي الاهلي الاهلاويه في السعوديه عاملين ازاي؟ يعني هقول لك امبارح والنهارده وتحديدا النهارده قبل ما نتحرك على ملعب النصر، توافد عدد من جمهور النادي الاهلي والجاليه المصريه، تواجدوا امام الفندق، الهتاف والكل طبعا ماسك على النادي الاهلي وعلم مصر، وكل بينادي على اللعيبه، اللي بينادي على امام عاشور، اللي بينادي على قفشه، اللي بينادي على مصطفى شوبير، كلمات تحفيزيه مهمه جدا في كل خطوه خطوه بتلاقي جمهور النادي الاهلي. كهربا الحقيقه كمان يمكن له دور كبير جدا في الهتاف وفي التحفيز، يعني زي ما بقول لك جمهور النادي الاهلي عظيم الحقيقه في كل حته، لكن كمان هنا في المملكه العربيه السعوديه الجاليه المصريه وجمهور النادي الاهلي شيء عظيم جدا جدا. الرسائل وصل للعيبه، تحركاتنا كلها بتدي تحفيز كبير جدا للاعبين، لان الرسائل اللي بتشوفها من الجمهور بتشوفها في عيون اللعيبه في التدريبات. المباراه مهمه جدا، البطوله مهمه جدا عند الجمهور وعند مجلس الاداره عند اللاعبين عند الجهاز الفني، مباراه تفرق معانا بشكل كبير جدا في البطوله، وايضا كمان ان شاء الله باذن الله على المستوى الشخصي لكل لاعب هتفرق معاه بشكل كبير. زي ما قلنا كمان يعني امام عاشور بنتمنى له كل التوفيق، عايزين يبقى عنده ضبط نفسي كبير جدا 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 في هذه المباراه، تركيزه فقط لغير مع جمهور النادي الاهلي وتركيزه في ال 90 دقيقه، وبنتمنى يا عبد الرحمن تكون 90 دقيقه ان شاء الله النادي الاهلي يحسمها في ال 90 دقيقه بمشيئه الله، وبنتمنى يا رب يا رب ان شاء الله بس التوفيق يكون معانا، وباذن الله النادي الاهلي يكون بطل كاس مصر. مشكورك جدا يا كريم على رسالتك اللي طمنت بيها جمهور النادي الاهلي دي، وكعادتك يعني تغطيه ممتازه لاجواء النادي الاهلي في السعوديه، وكل فريق العمل لقناه النادي الاهلي، محمد الدكروري، كل الناس في استاف قناه النادي الاهلي الخارجي، الحقيقه من اميز الناس اللي بيشتغلوا خارجي.
حقيقة يعني.